السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله، ومبروك علينا هاد الشتي واللي صبات. المحل البنات كيتواجد في مدينه قديمه الطابيدة السما، كل قضيه كتخلو بالدار ديالكم اون فاس كيبان لكم الصور ديال المدينه. كتحسي عينك كتبان لك واحد بحال السمعه فيها المكانه، تحت منها كاين واحد الباب صغير كتدخلو كتلقاو قهوه ديال الحوت، وكتسولو على المحل ديال امينه وكيجيبكم حتى لعندي، ومرحبا بكم. الموديل اللي غنوريكم البنات دابا دي زونسومبل ديال دو بياس ديال الصوفا، دي حاجه هي زوينه وثمن جد جد مناسب. وهذا هو اللي كاين، غنوريكم اول موديل هو هذا. شوفوا البنات اول موديل اللي هو هذا، شوفوا ليا هو موديل زوين بزاف البنات، وكيلبس طاي ستوندار ستوندار البنات، راه هي كيلبس حتى 46 48 لان كيتيره. مولات 46 غتجي فيه مزيانه، مولات 48 غيجيها شويه مزيان، كيجي شويه طايح طويل نازل كاش فيس البنات. السوا ديالو هو هذا، كاين هذا كاين هذا. بالنسبه للسوا البنات راه كيلبس حتى 46 48، شوفوا لان الصوفه ديالو كثيره والثمن ديالو 200 درهم في هذا اللون البنات الغوز. وفي هذا البلوغوا اللي عجبني شي لون البنات السكريني. اليوم غادي ندير لكم حلقه غير على قبله دي زونسومبل، ومن بعد غندير لكم ديال لي كاب، ومن بعد غندير لكم ديال لي شوميز سخان. هكا تبقاو تدخلوا كل فيديو فيه خاص بشي حاجه. شوفوا لي هذا البلوغوا الثمن ديالو 200 درهم ولي طاي ستوندار. كاين هاد الغوز البنات بالبلو، والغوز الاول اللي دوزت لكم فيه الموطا، دائما السول في الغوز، والثمن 200 درهم ولي طاي كيلبس من 40 البنات حتى 46. وكاين هاد البيج الثمن ديالو 200 درهم ولي طاي ستوندار، كيلبس من 40 من 38 حتى 46. وغادي ندوزو لهاد الموديل هذا، زوق اخويا البنات، هادي طاي حتى هي من 38، شوفوا ليا من 38 كتلبس حتى 46 طاي ستوندار، والصوفة مطلوقة والتريكو كيجي هابط مكيجيش قصار البنات. شوفوا ليا السوا هانتوما، شوفوا ليا السوا عريض وفيه الطول البنات، هذا البنات لي طوالين هذا غادي يجيهم مزيان. الثمن ديالو دائما 200 درهم. غنوريكم الالوان ديال هذا. بالنسبه للموديل الاول البنات ما وريتكمش الكحل، كاين الكحل فيه حتى هو، دائما طاي ستوندار من 38 حتى 46 والثمن ديالو 200 درهم. شوفوا البنات الخضر ها هو، شوفوا هاد لوفير حتى هو، والثمن دائما 200 درهم والطاي ستوندار من 38 حتى 46 48. وكاين هاد النوار هذا ها هو، شوفوا الكحل ديالو البنات، شوفوا لي موتيف واللوينات اللي فيه. دائما الثمن 200 درهم والطاي من 38 كيلبس حتى 46 48. وغادي ندوزو لهاد الموديل هذا، هذا السول ديالو في الكحل، والفوق ديالو البنات هو هذا، فيه افتحات في الجن، والكميمات كيجيو بلا شوسيط، وكيجي مطلوق وفيه افتحات البنات. شوفوا ليا فيه لاكولوغ موتاديلا وفيه بالكري دائما، والسول في النور، والثمن 200 درهم. وغادي ندوزو لهاد الموديل اللي هو جديد، شوفوا ليا هاد الموديل هذا البنات فيه زواقة جديدة هانتوما، وبسطيفات
كاش فيس كيلبس حتى 48-50 ألف درهم، هذا كيلبس حتى 48-50 والثمن ديالو 220 درهم. ها السوال ديالو في النوار، شوفوا لي السوال، شوف والطاي كيلبس حتى 52 هذا البنات، وفيه طول ولي طاي البنات راه ستوندار كيلبس حتى 52 في هذا الكحل والبيض، وفي هذا الماغون بالكحل اللي عجبها شي لون تسكريني. لي فريزون البنات كاينه في كازا وكاينه خارج كازا، واللي بغات تجي المحل تجي مرحبا بها. وفي هذا البنات مارو الاخر راه كحل وهذا فيه المارو، هذا البنات مارو شوفوا ليا هانتوما الكحل المارو ديالو باش يبان لكم. والثمن دائما 220 درهم هذا الموديل اللي فيه الصليب. وكاين هذا بلغوه ديالو شوفوا ليا لي طاي البنات، هذا كيلبس حتى 52 هذا هو في البنات وكيجي طويل ما كيجيش قصير، الثمن ديالو 220 درهم. وكاين هذا المارو البنات، هذا المارو السوال ديالو كحل، غادي نكون فيديو قصير لان غتبدا الصاله. وكاين هذا الغوز في شي البنات حتى هذا 220 درهم، هذا بقى فيه غير هذا اللون. إلا عجبتها شي حاجة تسكرينيها وكاين هاد الموديل، هذا ديال الصوفة البنات، هذا بقى فيه غير هاد اللون ياك، هذا البنات بقى فيه غير هاد اللون، الثمن ديالو 200 درهم هذا، ولي طاي هذا كيلبس حتى 48. وغادي نوريكم هذا اخر موديل البنات، هذا واعر بزاف شوفوا ليا الصوفه ديالته كيفاش دايره هانتوما، حتى هذا البنات 220 درهم شوفوا ليا، شوفوا الاختلاف كيف في الصوفه البنات، راه بزاف ديال لي كاليتي في الصوف، خاصكم تعرفوا السلعه اللي غتاخذوا هانتوما، وكاين سلعه اللي ما كتيرش، كاين سلعه اللي كتلبسها حدا 40 كار، هذا كيلبس حتى 48-50 شوفوا ليا هانتوما، والطول الطول شوفوا ليا كاش فيس مضاق ونازل شوفوا ليا واعر البنات، والثمن ديالو 220 درهم، شوفوا السوال ديالو هو هذا، كاين فيه الكحل. وكاين هاد اللون، هاد اللون البنات عندو السوال ديالو في البيج، شوف البيج بالبوردو كيجي خطير شوفو، والثمن ديالو 220 درهم. وكاين هاد الكري هذا والسوال ديالو كري بالغوز والكحل، كري بالغوز والكحل، الثمن ديالو دائما هذا 220 درهم، وعندي فيه ثلاثة الألوان، هاد اللون شوف واش باقي شي آخر. فيه البنات ثلاثة الألوان، فيه الكري سوا الكحل، فيه البيج، وفيه هذاك اللي فيه الغوز فيه شي بخضر، والثمن 220 درهم. البنات اللي عجبتها شي حاجة تسكرينيها، أنا كيف قلت لوعدتكم غادي ندير لكم فيديو خاص بلي زونسومبل، وفيديو خاص بلي كاب، وفيديو خاص بال هكا باش تبقاو متبعين مي تبغيو شي حاجة تمشيو ليها نيشان، وبلا ما تعدو تقدرو تفرجو الفيديو كامل، وانتوما محتاجين شي حاجة اللي هي دير داك الفيديو. ومرحبا بكم كاملين الله يخطيكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير البنات، اللي عجبها تجي المحل مرحبا بها، واللي بغات نصيفطو لها السلعة نصيفطوها ليها. وهذا مكان غنعاود نذكركم بالمحل كنتواجدو في المدينة قديمة البنات الدار البيضاء السمار، كرة أرضية كتخلوها بالظهر ديالكم أون فاس كيبان لكم السور ديال المدينة، كتهزي عينك كتبان لكم بحال السمعة فيها مكانة، تحت منها كاين واحد الباب صغير كتدخلي معاه كتسولي على أمينة وكيجيبوكم حتى لعندي. حتى أنا سولتو الكاردين غير يوريكم المحل، سولتو الإفريقية اللي كيصايبو الشعر غادي يوريكم المحل. ومرحبا بكم، وتحية السيدة جات عندي بحمة من كانت غدا لمراكش، جابتها إفريقية هي اللي ولات المحل، وتحية للبنية الصغيرة هدايا اللي من جديدة كنشكرها بزاف أنها ديما دارية صغيرة كتكتب لي كومونتيغ زوينين، والله يخليها لمنتها، وهذا هو اللي كاين تهلاو ليا في ريوسكم. النمرة ديال التواصل هي 06
33/10/42/88 غتلقاوها في العنوان. ومرحبا بكم كامل، الله يخطيكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.